النظر في موقفه الرافض للمشاركة في الحكومة المقبلة، نفيا أن تكون تسميته من طرف حزب الله إلزاما له بكل خيارات الحزب السياسية، فيما الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله دعا من جهته إلى لم الشمل في إطار حكومة واحدة. تكليف مكاتب رسم ملامح الحكومة اللبنانية الجديدة لقي تنديدا داخل الشارع اللبناني. مئة من أنصار الحريري خرجوا في تظاهرات بمدينة طرابلس وفي بيروت وصيدا رافعين شعارات مناهضة لحزب الله ومطالبة بإعادة الحق لأصحابه. وشهدت هذه التظاهرات أعمال عنف وشبكات مع الجيش تسببت في وقوع عدد من الإصابات ودفعت الحريري إلى التدخل داعيا أنصاره إلى التزام الديمقراطية في التعبير ومؤكدا على رفضه الكامل لكل مظاهر الشغب والخروج عن القانون. أزمة لبنان تحظى هي الأخرى بمتابعة وانشغال الدول الغربية. فرنسا دعت الوزير الأول المعين إلى تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن أي تدخل خارجي، فيما اعتبرت الخارجية الأمريكية أن تشكيل هذه الحكومة يعد شأنا لبنانيا داخليا.